eine Mittelteilung. Heute nehmen wir dann von der Länge her mehr weg. Und dann wieder ein bisschen angleichen. Genau, dass man mal was anderes hat. Genau. الحلاق كريستوف شبونر لا يسمع الزبون بشكل واضح، ولا تساعده أجهزة السمع على فهم الأصوات في صالون الحلاقة، ما يجعله يركز على حركات شفاه الزبائن وينجح في فهم المقصود عندما يتعلق الأمر بزبون واحد فقط. أنا في حاجة إلى مترجم عندما يكون لدينا اجتماع للمستخدمين الذين يتراوح عددهم بين 15 و20 شخصا، لأنني لا أسمعهم كلهم. شركة فيربا فويس الألمانية تعرض خدمات ترجمة بلغة الإشارات بكلفة تتراوح بين 40 و110 يورو في الساعة. الشرط الأساسي لهذا المشروع هو أن تدفع البرلمانات المحلية والشركات الكبرى التكاليف لكي يتمكن الصم من متابعة النقاشات. المترجمون لا يحتاجون للسفر، بل يقومون بمهمتهم عبر التلفزيون ومن خلال تطبيقات خاصة. يجب علينا إعادة ورقة المعلومات التي تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بفيربا فويس. تترجم المترجمة السؤال للزملاء الذين يعانون من الصمم وأجوبتهم أيضا. التعقيدات تكون أقل عند الاجتماعات، وذلك بهدف تحسين أوضاع الصم في سوق العمل. تعتبر شركة فيربا فويس نفسها رائدة في هذا المجال، فمرة في الأسبوع يتعلم العاملون لديها لغة زملائهم الصم. 37 عاملا مصابون بالصمم، وقد عانى معظمهم في السابق من مشاكل في سوق العمل. نعم، يمكن القول إن الأمر صعب. عندما انتهيت من دراستي تقدمت بطلبات عمل ودعيت إلى مقابلات، حيث كانت الأسئلة تتعلق بعملية التواصل والتكلم بجهاز الهاتف. كنت أتلقى أجوبة الرفض دائماً. أما هنا فإنهم يريدون تشغيل الصم الذين يتم توظيفهم مباشرة، وقد عثرت على الوظيفة الملائمة بالنسبة إلي. وصلت عائدات شركة فيربا فويس إلى 1.2 مليون يورو في السنة الماضية، وجزء كبير من الأرباح جاء من مبيعات الترجمة الكتابية، والأرباح ستتضاعف في السنة المقبلة بسبب ازدياد الطلب على خدماتها. نعم، هناك قوانين جديدة إضافة إلى اتفاقية دولية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تدعو لتشجيعهم، وهناك توجه لإدراج كل ما يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن المتوقع أن يزداد عدد الأطفال الصم في المدارس العادية، وهذا يعني أننا سنحتاج إلى مزيد من المترجمين الفوريين. يدفع رب العمل تكاليف خدمة المترجمين الذين يحتاجهم كريستوف سبونر، إذ يريد أن يجعل منه حلاقاً محترفاً، وفي غضون سنوات قليلة سيفتح صالوناً خاصاً به. الحلاقة وتصفيف الشعر هي هوايتي التي ترعرعت عليها وأستمتع بها. لا أحد يصفف الشعر مثله، فهو يحس بالشعر قبل أن يجففه، وهذا هو الفرق بينه وبين الآخرين. وعندما كان في المدرسة كنت أذهب إلى حلاق آخر، لكن كريستوف فريد من نوعه. كريستوف سبونر واحد من مليون ألماني أصم، وهذا من شأنه أن يعزز سوق المترجمين الفوريين حتى يندمج الصم في سوق العمل بشكل أفضل.